يا مرحبا بالشباب الطيب. احزر مين اليوم اجاني وتشرفت فيه اخونا ابو عدنان صاحب منتج الجديد تبع بريد 14. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساء الخير عليكم جميعا. يشرفني اليوم زياره اخوي ابو اوس، والله حبيبي وكثر الله خيره على حسن الضيافه. وبصراحه كانت جيتي له مخصوص بس عشان اشكره على الدعم اللي قدمه لي ولمنتج بريد 14، اللي ان شاء الله راح يكون منتج في متناول الجميع قريبا جدا في معظم الدول العربية. وأشكرك أبو أوس على الدعم اللي قدمته. لا يا أخوان، أبو أوس بصراحة من أفضل الناس اللي ممكن أتعامل معهم بحياتي. قدم الدعم بدون، والله بدون لا طلب ولا أي إشي، لحاله عرض أنه يدعم مربي في الجمعية الأردنية في الأردن، لأنه من منطلق الصداقة طبعا، او خلينا نقول مش صداقه قويه لكن معرفه. كيف صداقه مش ما كان يا اخوان؟ والله اكلت عنده زرب، اقسم بعزه كتاب الله اكلت عنده زرب. علي الضمان بيسوي زرب. والله ما صار في الدنيا كلها. الله يكرمك. هاي كانت بدايه المعرفه في ابو اوس، بس بحكم اني انا مش موجود قريب منه باستمرار، يعني انا لسه ابو اوس لسه بتعرف عليه. الله يسلمك. مع كل اللي قدمه، لكن انسان بمعنى الكلمة بصراحة. الله يبارك فيك. أشكرك أبو أوس على كل أخوانا، والله ضيفته هاي، أقسم بالله حلو هاي. بس ما شربت قهوة ها؟ إيش دخل؟ تحياتي لكم جميعا. أنا والله إن شاء الله أي شخص مربي عربي، هيني حكيت، في عنده أي فكرة جديدة أنا جاهز وأنا حاضر، وإذن الله تعالى بحبش أقصر أنا مع حدا، بالعكس اللي بيعمل خير بلاقي خير يا إخوان، وهذا من منطلقنا. وزي ما حكينا لكم لسه في عنا خطوات جاية على الطريق ما حدش بيعرف فيها. هذا في جوا في شغلات كثير، مليان مليان جوا، يعني تك راسي هسه بتلاقي سلاك، كل سلاك مشربك تتعقل، بس انا ما عنديش وقت المشكلة. فانا بتمنى له كل خير اخوي ابو عدنان ان شاء الله على المنتج الجديد. وانا والله تشرفت، والله تشرفت بوجوده. يعني هو رن علي قال لي بدي اجيك ضيف وزيارة، قلت له حياك الله بتشرفني، وان شاء الله باذن الله تعالى يوفقكم جميعا ان شاء الله. تحياتي للجميع.